السلام عليكم خيوتي، اليوم عندنا شفرولي جاتنا من تونس طويلة وماهيش كيما الشفروليات الأخرى. الموتير اللي فيها ما عندناش، هذه شفرولي احنا في هنا في الجزائر. الموتير هذا الموتير 1.2 سي اس بي كما كم تشوفوا فيه تاع لافيو، عشان كما قلنا ما تجيش كما تاع السايل. موتير فيو اللي فيها هيك فيها مشكلة طقطق، تقدر تقول عشان مديكاليا ديجا عندهم هذه سداولها طرف حديد لهنا بومبا الويل ما لقاوهاش في تونس، ولا ما نعرف كيفاه سداولها طرف حديد هي جات عوجة. الموديل هدايا افيو طويلة 1.2 اس اس في ما عندناش حنا لهنا كما راكم تشوفوا، فها هي افيو طويلة. كي حليناها خوتي لقينا فيها حكاية بوسوارات مخلطين. لاشين راكبة مليح، الكالاج تاعها لقيتو مليح، لقيت فيها حكاية بوسوارات مخلطين. هانا رجليو فيهم بربي ان شاء الله. كاينة هادية لاشمبر هادية ما تقفلش مليح، ما تكمبريميش مليح. كاينة واحدة من لي سوباب هذوما مقفولة، ما تعديش لاجرج لهنايا فيهم. خلاص دوك نحلو، نحوسو كاش ما نبدلو واحدة من هادوما، ولا في زوز نبدلوه مع واحد اخرين اللي يكونوا مرخوفين. بعد ما رجلنا لي بوسوار كل مليح، عاودنا ركبنا لاشان، جربت لا كومبريسيون اس كاينه ما كانش. لقيت السيلندر الاول، هو من الاول كان ضعيف، هذاك السيلندر الاول هذا من الاول كان ضعيف. السيلندر الاول ما يمدش خلاص، ديما يبقى ضعيف. اوبليجي راح نحيو لا كيلاس، درك نعاود نديمونتي كلش، نحيو لا كيلاس نشوفو واش كاين، باسكو مولاها مشى بلاشان ميديكاليا. يقدر يكون في السياج تاع لي سوباب كاش ما لي كالامين تاع الحريق تاع النار ما يخليوهاش تقفل اوتوماتيكمون. لي سياج كاينه حاجه في لي سوباب ما يقفلوش مليح. كملنا الموتور كما تسمعوا فيه، مازالش فيه شويه حس تاع لي بوسوار. هذا واش نجم نعمل.